محاولات مستمرة ولكن تفتقر إلى اللمسة الأخيرة وإلى الجدية. وراء في القائم الثاني وراء بالرأس رأسية، الهدف الأول رأسية، وبالجلالي يوقع الهدف الأول، بالجلالي يوقع الهدف الأول في الدقيقة 80 برأسية محكمة، يتمكن من وضع الكرة شباك مرمى الحارس مرباح، وفرحة كبيرة لإنصار شباب قسنطينة بعد معاناة كبيرة، يتمكن في الأخير شباب قسنطينة من فتح مجال التهديف بكرة رأسية. أول خطأ في المراقبة في دفاع نصر حسين دا، يتمكن بالجلالي المستقدم من اتحاد العاصمة من فتح مجال التهديف. سنشاهد الإعادة بعد ما نشاهد الآن فرحة أنصار شباب قسنطينة بالهدف الأول في المباراة. سنشاهد الإعادة كيف رفيق أعاد الكرة. هنا المحاولة من بالجلالي، حط كرة ناحية بن شريفة، الكرة في ناحية البديل اللي يدخل منذ حين اللاعب عيشي، أعاد الكرة ناحية بالجلالي، وقدر بالجلالي يتمكن من وضع الكرة مرمى الحارس مرباح ويوقع الهدف الأول في المباراة. جملة تكتيكية في المستوى، انتقال الكرة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى ثم إلى الجهة اليمنى، هذا أخلط نوعا ما المراقبة لدى لاعبي فريق نصر حسين داي، ارتباك في الدفاع، وبالتالي هذه التغييرات في اتجاهات الكرة هي اللي سمحت للاعبي الشباب انهم يتواجدوا بشكل جيد وانه يسجل هذا الهدف. ولاول مره بنشاهد ثلاث لمسات من عناصر الشباب. نعم، جمله تكتيكيه في المستوى. الفرج الاولى من بالجلالي، العرضيه من بالشريفه، ثم تغيير الاتجاه من الجهه اليمين الى اليسار، هنا خلق نوع من عدم المراقبه. الهدف الذي جاء بالنسبه لشباب قسنطينه في محاوله ثم الانطلاقه وعوده موفقه للدفاع. العودة الموفقة بدنيا ممتازين عناصر نصر حسين داي، أفضل بكثير من عناصر شباب قسنطينة، والتفوق في الكرات الثنائية مثل هذه ثم الكرة طويلة. ما فيش وضعية تسلل داخل منطقة العمليات، وهدف التعادل. ما فيش وضعية تسلل وهدف التعادل لنصر حسين داي في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضاع. يتمكن اللاعب البديل خاسف من تعديل النتيجة، يفلت من المضايقة، كرة طويلة تقريب من وسط الميدان، ميدان ناحية خاسف دون مضايقة، يتمكن من التوغل داخل منطقة العمليات والتسديد بقوة وتعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع. يعود نصر حسين داي ويتمكن من تعديل النتيجة، ولهذا قلنا السسباس والتشويق يتواصل حتى صافرة النهاية، وفرحة لدى عناصر داي ولدى أنصار نصر حسين داي بالمدرجات ملعب الشهيد حملاوي، وفرحة أيضا عناصر نصر حسين داي بهدف التعادل الذي جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من هذه المباراة. من خلال خطأ ارتكبه المدافع الأيمن لعدم مراقبته بشكل جيد للمهاجم، هنا جاه من الخلف فلم ينتبه، وبالتالي خرج وجها لوجه مع الحارس وتمكن بالفوز. الخطأ إذن يعود بكل صراحه من وسط الميدان. نعم، لاعب خاسف هنا انطلق من الخلف وسرعته الى الامام كانت بسرعه كبيره جدا، تمكن باش يسجل هذا الهدف. والان الحكم بالمباراه يعلن عن